حياكم الله. لما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناة الرافدين. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت خلال الأسبوع الماضي. أضافت الإدارة أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 283 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 96 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه، والتي بلغت معدل 187 ألف برميل يوميا. وأشارت إلى أن أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا. أفادت لجنة النفط والغاز النيابية بوجود خلافات بين بغداد وأنقرة لم تحسم لغاية الآن بشأن استئناف تصدير النفط من كردستان العراق باتجاه ميناء جيهان التركي. وقالت اللجنة إن الحكومة في بغداد لم تحسم أمرها بعد مع الشركات الأجنبية التي تعمل على استخراج النفط، إضافة إلى استمرار الخلافات بين العراق وتركيا حول التصدير. وفي 25 من شهر آذار الماضي أعلن عن توقف تدفق النفط من العراق إلى ميناء جيهان التركي على خلفية قرار صادر عن محكمة التحكيم الدولية ومقرها باريس بشأن تصدير النفط بين تركيا والعراق. أكدت إدارة منطقة كريميان في كردستان العراق منح المزارعين خطة شتوية مفتوحة رغم انحسار الإيرادات المائية وتقنيتها أو تقنينها. وقال مدير الموارد المائية في كريميان مؤيد أحمد شمس الله إن الخطة الشتوية مفتوحة للمزارعين دون تحمل مسؤوليات أي أزمة مائية، على الرغم من توفر مخزون مائي في المنطقة للأغراض الأساسية في الوقت الحالي. وتعرضت كريميان وأطراف ديالا خلال العامين الأخيرين لموجة جفاف أدت إلى تقنين الخطط الزراعية وتوجيه الإيرادات المائية نحو الاحتياجات الأساسية فقط. كشفت وزارة الداخلية في العراق عن محاولة تهريب 65 بطاقة مصرفية في مطاري البصرة والنجف. وذكرت الوزارة أن مفرزتي مركزي الشرطة في كل من مطاري البصرة والنجف تمكنا من القبض على 4 أشخاص بحوزتهم 65 بطاقة مصرفية معبأة بمبالغ مالية معدة للتهريب. هذا كانت مديرية المنافذ الحدودية قد أشارت في وقت سابق إلى أن استخدام البطاقات الائتمانية المصرفية في تهريب الدولارات يعد تكتيكا جديدا لتهريب العملة الأجنبية من العراق. أعلنت وزارة التجارة الكشف عن 1 مليون اسم لا يستحقون البطاقة التموينية في 4 محافظات بعد التحول إلى البطاقة الإلكترونية دون توضيح تفاصيل أسباب عدم الاستحقاق. قالت الوزارة إنها تسعى لإكمال أتمتة البطاقة الإلكترونية بجميع محافظات العراق، مضيفة أن هذا الإجراء سيؤدي إلى كشف الكثير من الأفراد غير المستحقين لمفردات السلة الغذائية، وهو ما سيوفر أموالا عديدة. واتهمت مصادر مطلعة متنفذين في وزارة التجارة بتسجيل أسماء وهمية في البطاقة التموينية الورقية، حيث تذهب مخصصاتها إلى جهات مستفيدة. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمل.